اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم نصايح وتوقعات وتحذيرات للابراج. والنهارده هنتكلم عن برج العذراء، وهنتكلم عن مين الشخص القادم في حياه برج العذراء الفتره الجايه. يعني بنتكلم عن شهر فبروري وشهر مارس وابريل، 3 شهور دولت. مين الشخص القادم في حياتك يا برج العذراء؟ هل هو شخص قديم جاي من الماضي، ام هو شخص جديد جاي من المستقبل، او شخص تعرفه؟ كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى الفيسبوك. طيب اول حاجة عايزة بس احذر برج العذراء من شوية حاجات مهمة جدا. الفترة دي برج العذراء انا شايفاك ملخبط شوية، عندك لخبطة قوية، مش مركز. يعني مش المعروف طبعا ان برج العذراء من الابراج اللي بتركز كويس جدا في شغلها وبتركز في حياتها وبتركز في كل حاجة، فانا الفترة دي ان انت شايفاكو out of control. فحاولوا يا برج العذراء تمانجر الحتة دي، يعني شوفوا ايه الحاجة اللي شايلة تفكيركو، حاولوا ان انتوا تعالجوها علشان تقدروا ترجعوا تاني لمستوى التركيز الطبيعي بتاعكو وترجعوا تاني on track. يبقى رقم واحد تركيزك مشتت، او عندك حيرة، او عندك عدم استقرار، سواء عدم استقرار عاطفي او عدم استقرار مادي او عدم استقرار فكري، بتفكر كتير جدا جدا. الفترة دي العذراء اصلا من صفاته ان هو شخص بيفكر كتير جدا، وان هو شخص يعني ايه، دايما تلاقي العذراء من الابراج المفكرة. يعني في ابراج ما بتفكرش كتير، في ابراج لا بتركز جدا، هي عايزة ايه، بيركزوا جدا في الحاجات اللي يعني يعني بيفكر كتير العذراء. فانت الفترة دي انت اصلا طبيعتك انت تفكر كتير، فدلوقتي بتفكر زياده عن اللزوم، فحاول ان انت تمنج النقطه دي يا برج العذراء. ممكن صحيا برضو يكون عندك شويه مشاكل، فاهتم بصحتك يا بطل كسل. لو حاسس وعكه صحيه ان انت مش كويس، ان عندك مشاكل صحيه، على طول يا ريت تروح للدكتور وتحاول ان انت تتابع، لان برضو العذراء عنده حته المتابعه الفتره دي مش كويسه خالص. طيب اكتر سؤال بتساله يا رشا برج العذراء والحب، انا شايفاك بتحتاج الحب الفتره دي. يعني انت حاسس ان انت وحيد، حاسس ان انت مشتاق ان حد يحتويك، ان حد يكون يعني بيسبورت يو، حد يدعمك، حد يكون سند ودعم ليك. فانا شايفه العذراء ممكن تكون حالتك ان انت اوريدي منفصل عن شخص، او كنت في علاقه عابره، يعني في اخر علاقه ليك كانت علاقه مش قويه، كانت علاقه انت كنت داخلها بجد واكتشفت ان الشخص الاخر كان بيلعب، او شخص مش جد، او شخص سيء. طيب تعالوا بقى نتكلم عن مين الشخص اللي جاي في حياه برج العذراء. قولوا لي انتوا عايزين شخص قديم ولا شخص جديد، احكوا لي كده. هل انتوا عايزين شخص يرجع لكم من الماضي، او شخص مثلا كنتوا مرتبطين بيه وانفصلتوا عنه، ولا انتوا بتفكروا في حد جديد يا برج العذراء؟ طيب انا شايفه ان في معظم العذراء اللي بيتفرجوا على الفيديو النهارده هم بيتمنوا شخص جديد. الشخص الجديد ده في مشاعر اعجاب ما بينكم وبينهم، هو ده الشخص اللي جاي في حياتكم فعلا يا برج العذراء. يعني الشخص اللي جه في بالك لما انا قلت هل هو شخص قديم ولا شخص جديد، هو ده الشخص الموجود اللي جاي في طريقك يا برج العذراء. فبرج العذراء عنده شخص جديد داخل حياته، او هو يعني اوريدي يعرفه بس عنده حب، يمكن يكون صديق والصداقه دي هتتحول لحب، او هو شخص جديد خالص. طيب هنعرف ازاي الشخص ده، هقول لكم صفاته بلس كمان هقول لكم بوينتس مهمه جدا. انا في حاجه عماله تتحرك ورايا كده، وبعدين في معلومه جديده انتوا ما تعرفوهاش، احنا جبنا كلب، فانا مرعوبه من الكلب عشان كده عماله والله العظيم عشان خاف يقتحم، وانا بجري اول ما بيقتحم فانا خاف على منظري قدامكم عشان ده لايف. فالكلب بيجري كده ويقوم نطط عليا فجاه، وانا بترعب منه، هو بيحبني او اعتقد انه بيلعب معايا، بس انا بترعب منه بصراحه. طيب في برج العذراء نرجع تاني للموضوع الرئيسي بتاعنا، هو مين الشخص اللي جاي في حياتك؟ هو شخص جديد يا برج العذراء، شخص ما كنتش مرتبط بيه قبل كده، لان انا شايف ان انت قفلت صفحة الماضي، او شايف كل الناس اللي في الماضي عقلك او قلبك او مشاعرك مش متقبلاهم. فما اعتقدش ان في حد عذراء دلوقتي بيتفرج عليا عايز رجوع شخص من الماضي، لان الشخص الماضي ده واضح ان هو كان صدمة كبيرة ليك، او صدمك، او ما كانش up to your expectations، ما كانش هو الشخص اللي يستحق دعمك وحبك، علشان كده انت اتقفلت منه خلاص. يعني قلت يلا يمشي بقى، يعني انا مش عايز، مع ان الشخص ده يعني واضح انك عندك soul mate من الماضي، يعني شخص انت كنت بتحبه قوي، كنت شايف ان حياتك معاه مش هتنتهي من كتر الحب ومن كتر العشق والغرام، بس انت عقلك خلاص قرر ان العلاقه دي ام دان، وانا مشيت ومش عايز ارجع تاني. الشخص ده اعتقد بنسبه كبيره جدا هو من برج ناري، يعني حمل او اسد او قوس. اوكي فانت خلاص قفلت الباب العلاقه دي وقررت ان انت مش هتبص وراك. طيب الشخص القادم في حياتك
انا شايفه ان هو هيبقى ممكن يكون في انجذاب دلوقتي. يعني ممكن انتوا يعني انت مبين ان انت بتحبه ومبين هو بيحبك بس مفيش اعتراف بالحب، او هو شخص لسه ما تعرفتش عليه، او شخص تعرفه يعتبرك صديق والعلاقه الصداقه تتحول لحب. طيب في حد بيسالني مين الابراج، هقول الابراج في اخر الفيديو عشان ما عملش ديستورشن للناس، عشان عايزاكم تتخيلوا مين الشخص ده. طيب صفاته، هو شخص في حاجات مختلفه كتير عنك، يعني ممكن يكون مختلف في السن، ممكن يكون مختلف في الحاله الاجتماعيه، بس انا شايفاه شخص مادي كويس، يعني مستواه المادي معقول مش قليل. يعني ممكن تكون الاكس باك او شخص انت كنت مرتبط بيه قبل كده ماديا اقل من الشخص ده، لا هو ميسور الحال، يعني هيحقق لك احلامك الماديه برج العذراء. طيب تاني حاجه ان هو شخص تقيل، يعني مش متسرع، فهو شخص مش متسرع، يعني تقيل، بيعبر عن مشاعره ببطء، مش رزين، راسي، الشخص ده راسي جدا على فكره. فانا شايفه ان هو ممكن يكون دلوقتي هو بيتعرف عليك اكتر، هو هياخد وقت عشان يتعرف عليك، هو مش هيكون متسرع، يعني هو مش شخص متسرع خالص، بالعكس هو صبور وبياخد وقته. اخلاقياته بتعجبك، يعني انت تعجب اخلاقه اكتر من شكله، يمكن شكله مش احسن شكل بالنسبه لك، بس عنده قيم، عنده اخلاق، عنده مبادئ، والعذراء بينبهر بالحاجات دي. وهو شخص ناجح برضو، يعني هو شخص ناجح، عارف هو عايز ايه في حياته، منظم جدا جدا، يعني احد صفاته انه هو شخص منظم، عنده بلانز، عنده طموح، شخصية قوية. طبعا شخصية قوية قيادية لازم تجذب برج العذراء، يعني هو اصلا لو مش شخصية قيادية او مش شخصية قوية مش هيشد العذراء اطلاقا، وهو شخص قوي تقدر تعتمد عليه، يعني انت وانت معايا حاسس بثقة ناحيته، حاسس بامان في العلاقة دي. بصوا يا جماعة، احنا قلنا قبل كده ان الابراج الترابية بيحبوا يحسوا ويشعروا بالامان، فانت حاسس بامان، حاسس بثقة، حاسس باستقرار، هو شخص عنده استقرار نفسي، يعني هو مش بيتغير كتير، مش متغير، يعني اعتقد ان هو مش هيبقى برج هوائي، يعني ان الابراج الهوائية طبعا متغيرة متذبذبة، لا ده شخص ستيبل في مشاعره، ستيبل في احساسه، ستيبل في كل حاجة بيعملها، ودي حاجه شداك ان انت حاسس العلاقه دي فيها استقرار روحي، استقرار معنوي، استقرار نفسي، فانت مستريح نفسيا. طيب عذراء كمان شايفه عندكم الفتره دي انت متضايق من نفسك على فكره، او عندك مش هقول ثقتك في نفسك مهزوزه، بس محتاج كده تقوي ثقتك في نفسك. انا شايفه العذراء حاسس ان انت تستحق مكانه احسن من اللي انت فيها بكتير، وبتتعرض لظلم كتير جدا، يعني اعتقد وده سؤال، يعني اي حد عذراء بيتفرج عليا حاسس ان هو مظلوم في حاجات كتير، ممكن تكون مظلوم في الشغل، ممكن تكون مظلوم في حياتك العائليه، في حياتك الاجتماعيه، في حياتك مع اصدقائك، بس عندك ناس بتظلمك او بتتهمك بحاجه. شايف العذراء كمان كانك بتبرر، كانك بتدافع عن نفسك، وعين انت مظلوم في اي حاجه او الحاجه اللي هي انت اتهمت بيها فانت مظلوم فيها، بس شايفاك ان انت عمال بتدافع وتقول لا انا ما عملتش كذا، لا انا مش، انا الموضوع مش كذا. فشايف العذراء بيدافع عن نفسه او في وضع اتهام، وهو في نطاق ان انا لازم اثبت العكس. طيب برج العذراء كمان عندكم الفتره الجايه دي شويه، يعني شايفاك مش مهتم بنفسك شويه، عندك حاله خمول. انا عن نفسي انا كراشة برفع شعار عشان يا جماعه انا عذراء لو اول مره تابعوني، انا عندي حاله الخمول دي، كسل ابن لذينه، يعني انا كسوله جدا، حتى انا بعالج، كان عندي سيرجري وعمليه في سناني كبيره جدا، مش قادره اتكلم طبعا، مش عارفه باين في حركه شفافي ولا لا، بس انا ام دوينج، حتى معظم سناني اللي فوق مش موجوده، فانا كسوله قوي، يعني انا في اوقات لازم اروح اعمل سيرج، اعمل اشعه، اعمل حاجات للدكتور، اقعد اكسل، بعد كده اروح للدكتور يقول انت ما عملتيش كذا ليه. فانا بصراحه الفتره دي كسوله جدا، قولوا لي يا جماعه انتوا كساله الفتره دي ولا لا. عندك طموحات كتيره يا برج العذراء، عايزاكوا تركزوا فيها. نرجع تاني للشخص الجديد. الشخص الجديد ده انا شايفاه علاقه مستقره، علاقه بروميسنج جدا. الشخص ده بيحاول ان هو يعني هيشغلك بالك، هيشغلك قلبك، يعني هو هيخطف قلبك، هيسرق قلبك، وهيخليك تفكر بقلبك معاه مش بعقلك، لان هو هيغيرك من هيطلعك من الروتين بتاعك، هيغيرك من طريقتك، انت هتنطلق معاه، هتحب الحياه معاه، كانه هو حابب الدنيا معاه. ممكن يكون على فكره الشخص ده في بلد تانية غير بلدك، يعني ممكن يكون في مسافات ما بينكم وما بين بعض، يعني انتوا مش في نفس المدينه دلوقتي او مش في نفس البلد،
ممكن يكون هم من جنسية تانية او من بلد تانية او في لغة تانية، لان في اختلاف واضح جدا جدا. طيب صفات الشخص ده، في حد فيكم مسيطر جدا، اعتقد على طريقة مسيطر، الشخص ده عنده حب السيطرة، هو غيور بس مش بيبين غيرته، مش بيبين مشاعره بسهولة، وانت كمان يا عذراء، فدي مشكلة في العلاقة دي، انتوا الاتنين تقال ومش بتبينوا مشاعركم بسهولة، بس انا شايفة ان هو هينحررك لدرجة انت اللي هتبتدي كمان معاه. انا شايفة العلاقة دي علاقة حب ناجحة، فيها تفاهم، فيها استقرار، فيها بتعرفوا تتعاملوا وتتواصلوا مع بعض، في تواصل قوي جدا ما بينكم، تواصل روحي، تواصل نفسي، تواصل اجتماعي، تواصل ذهني، يعني الشخص ده مفكر وبيحب الناس الذكيه وانت ذكي طبعا يا عذراء، فبتعرفوا تتواصلوا مع بعض روحيا وتتواصلوا مع بعض ذهنيا يعني. طيب الشخص ده كمان هيحركك، يعني انت هتبقى بتخرج عن المألوف بتاعك، حاسس ان انت بتعمل حاجات كتيره انت مش مصدقها. هو جالك في فتره ان انت كنت فقدت الامل ان انت تلاقي الحب تاني، او فقدت الامل ان انت تلاقي شخص تهتم بيه. طبعا عذراء عنده ستاندرز عاليه جدا وعنده مقاييس عاليه جدا، مش سهل ان هو يعجبه حد، فانت مبسوط ان هو عجبك، هو مختلف، يعني انت هتحس ان هو شخص مختلف عن الناس التانيه، وهيحسسك بعلاقه حب وعلاقه انسجام مختلفه تماما. ممكن يكون عندكم الفترة الجاية مشاكل في عملكم يا برج العذراء، هنتكلم عن القراءة العامة تفصيليا ان شاء الله بإذن الله، فحاولوا ان انتوا تركزوا في مشاكل عندكم في الشغل. شايفة ان ممكن يكون عندك مواجهات او نقاشات حادة، برضو حاول انت تقلل عصبيتك يا برج العذراء. انت الفترة اللي فاتت يعني عذراء ما كانش من اكتر الابراج حظوظا، يمكن اخر 3 شهور في 2020 كانت اكثر حظا عندك من 2021، وده انا متأكدة منه، يعني قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا. يعني شهر ديسمبر عندك احسن من جانيوري، شهر جانيوري احسن من فبروري، فانا شايفاك بتعافر، في مواجهات، في تحديات قدامك، فجو اون يا برج العذراء، انت شخص صبور، شخص لما تحط حاجه في دماغك بتعرف توصل لها كويس، فركز في الحاجات اللي قدامك، ما تحاولش اي حد يعمل لك ديستورشن ويخرجك بره المسار بتاعك. افتح قلبك للشخص القادم في حياتك، لان انا زي ما قلت العذراء مش عنده شخص قديم، بالعكس عنده شخص جديد او حب جديد. حب جديد ده ممكن يبقى شخص اوريدي تعرفه، بس يعني هتبداوا تحبوا بعض، هتبداوا تعترفوا لبعض، لان ممكن تكون تعرفه بس مثلا هو ما قالكش ان هو بيحبك ولا انت اتكلمتوا في الموضوع، لا انا شايفه ان في كلام هيحصل ما بينكم، او ان انتوا هتبداوا يعني كل واحد يكسبرس الفيلينجز بتاعته. انت الشخص ده بتاخد عليه كونسيرنز ان هو مش متحدث، يعني هو مش بيكلم كتير، انت بتتكلم اكتر يعني. طيب مين الطاقات، ده اكتر سؤال بتسأله، مين الطاقات الموجودة حوالين برج العذراء في الحب؟ قولوا لي يا جماعة الناس اللي بتتصنت على برج العذراء انتوا برج ايه؟ طيب اقوى طاقة موجودة طاقة برج ثور، حمل، اسد، طاقة برج عقرب، طاقة برج حوت، طاقة برج جوزاء ودلو، دول اكتر الطاقات الموجودة حوالين برج العذراء في الحب. وفي جدي كمان كالعاده، بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه وتابعوني على السوشيال ميديا. قولوا لي يا برج العذراء هل فعلا في شخص لافت انتباهك الفتره دي، لما انا قلت لك ان هو شخص جديد جه في بالك ولا لا؟ وقولوا لي هل هو شخص هادي مش متحدث، ما بيقولكش مشاعره بسهوله، تقيل كده وعارف قيمه نفسه وغيور ومتسلط ومتحكم وشخصيه قياديه، شخصيه قويه. ثانك يو بيج هارت، خدوا بالكم من نفسكم يا برج العذراء، يو ار ماي بيست يعني بارتنرز. ثانك يو، باي باي، مع السلامه، واستنوا فيديوز كتير جدا النهارده، باي.